اليوم يعني ما نقول لك الف مبروك، دايما بنقول الكارت الربحان، صرت انت بالسباق الرمضاني. الحمد لله الحمد لله، هيدي خامس سنه بكون في سباق رمضاني، بعيد عن الفزازير والالعاب المهضومه، صار الدراما هي السباق الرمضاني، وهيدا بيعطينا هيك زخم وقوه انه لازم نقدم للناس السهرانه معنا، نقدم لهم شيء حلو. الحمد لله انه عم نقدر نقدم لهم شيء حلو. شفنا بهيدا السباق الرمضاني كان عندك اكثر من عمل عم تجسد فيه شخصيه الام، اليوم بمسلسل للموت شو كانت عم تفرق عن غيرها؟ انا ماني ام للموت، انا مربيه، كانها ام بس ما عم تعطي حنان الام، عم تعطي انه هي مربيه لريم. بس انت بس كنت كمان كانه ام لهم. كانه انا ام لعبتها مع قصاي بالحجه، هون عملت كانها ام، يعني ما اعطيت كل العاطفه، في تفاصيل من مرقها لما اكون يعني ماني ام. هيدا قهرك شيء لانه انت معوده تكوني دور الام وتعطي حنان. انا عم نبش على دور مش الام، لا بالعكس، للموت حقق لي هالحلم اني العب مش ام، لعبت عاشقه، كنت عاشقه عبد الله وناطره لتتم الفرحه وكنت خجوله. كان عم بخبرنا عن الموضوع. ايه يعني ابدا ماني ام، بس ب2020 نعم انا ام، براحوا هالام القاسيه هالام الصلبه، يعني بيختلفوا اكيد. هم الشخصيات يلي جسدتيهم كنا عم نشوف اللوكات تبعك كثير مختلفين، اي لوك تعبك اكثر شيء؟ حضرتها اللي بتعمل ايه، حضرتها المدربه لالي يلي بترسم الخطوط العريضه للكاركتير، بنتناقش بكثير تفاصيل لحتى اديهم بطرق مختلفه. خلينا نفرجي مين حضرتها، تفضلي. هاي تمارا حاوي، بنتها بس خريجه معهد وعامله ماسترز ان اكتر دايركشن. والدتك مش اول مره بتحكي انه انت تحطي لها الخطوط العريضه. ايه نحن بنشتغل على الورق سوا، بنحضر هاو تو ابروتش ذا كاركتر، يعني كيف فينا نرسم هالشخصيه بتكنيك جديده، وبنخلط هالاحاسيس مع بعضهم ليطلع هيدي الطب. خبرينا اليوم اي شخصيه تعبتك لتحطي لها اياها على الورق للماما؟ ما بعرف، يمكن راح وكانت اصعب وحده لانه بدنا نشيل الحنيه. ايه يعني هيك كانت رأيي شوي بالموضوع، شلنا نص الحاجب وعلينا لها لفوق بس تتعطي فايب غير الحنونة اللي معودين عليها، مشان هيك هالقد يمكن نقزت العالم لأن شعراتها كمان عطوها هاي الرهبة. هل تعبتك شيء بالتعامل معها لبنتك أو دغري اقتنعتي بفكرتها؟ يعني اليوم مرة بعمرك ومكانتك على الساحة، منه هين كمان تجي تغيري يعني مثلا الحاجب بس لما هالقد عندي ثقة، هي قدي محترفة، قدي بتتقن شغلتها، هي اختصاصها إعداد ممثل، ليش مش أنا بقطف كل الشغف اللي عندها؟ أكيد بدها هاي الثقة، بعرف عم تنجحني. اليوم شو النصيحة اللي أعطيتيها لبنتك بس بدها تمشي بهذه الساحة الفنية؟ قلت لها مبروك. يعني بتعدي خلص مشيت يعني. هي عم تبني طريقة بمثل ما هي بقناعاتها، يعني هي بتقلك عن حالها، أنا بس إلي الفخر إنه بنتي هي وصلتني لهون. شو بتقولي بعد ما سمعت إمك عم تقول هالكلمة؟ أنا بستحي صراحة، بخجل يعني إنه هي هالقد أعطيتني هالثقة، بس بحب هالشي لأنه لازم ينخلطوا الجيلين سوا، لأنه بتضل الحياة تكمل ولازم نتطور معه.